خلونا دلوقتي نروح لجولة في المحافظات، ومعانا النهاردة أخبار من أخبار مهمة حصلت امبارح، منها رصف الشوارع الرئيسية بمصيف بلطيم في كفر الشيخ استعدادا لموسم الصيف، والموافقة على إقامة 11 مشروع استثماري بيوفروا أكثر من 41,049 فرصة عمل بالبحيرة. صحيح، ومعانا أيضا في أخبار المحافظات افتتاح وحدة إنتاج النيتروجين السائل في مديرية الطب البيطري في محافظة قنا. معنا أيضا تنفيذ أنشطة ودورات رمضانية في مختلف الألعاب بمراكز الشباب في محافظة سوهاج، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من كفر الشيخ حيث أعلنت مدينة مصيف بلطيم أنه بيتم حالياً رصف العديد من الشوارع والطرق الرئيسية في عدد من المناطق المختلفة بالمدينة، وده استعداداً لاستقبال موسم صيف 2023. في البحيرة وافقت اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة 11 مشروع استثماري بيوفر 4,149 فرصة عمل لأبناء المحافظة باستثمارات تصل ل 1.4 مليار جنيه، وده بيعكس توافر المقاومات الاستثمارية الجاذبة بالمحافظة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين. في بورسعيد تم الانتهاء من رصف شارع 23 يوليو ضمن أعمال التطوير الموسعة اللي بيشهدها الشارع، واللي بدأت من أمام نادي العاملين بالمحافظة حتى استاد النادي المصري كمرحلة أولى بطول 2.6 كيلومتر. في قنا تم افتتاح وحدة إنتاج النيتروجين السائل بمديرية الطب البيطري بتكلفة مالية 8 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لاستخدامها في عمليات التلقيح الصناعي للحيوانات ضمن خطة التحسين الوراثي لسلالات الحيوانات على مستوى الجمهورية. في كفر الشيخ تم تنظيم قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية مركز الحمول، وأجرت القافلة الكشف الطبي على 1443 مواطن بالإضافة لصرف الأدوية بالمجان. في الإسكندرية استقبلت المحافظة 4200 نسخة من المصحف الشريف لتوزيعها على المساجد عن طريق مسؤولي وزارة الأوقاف، وده في إطار التعاون المشترك بين محافظة الإسكندرية والمملكة العربية السعودية. في سوهاج تم تنظيم فعاليات الأنشطة الشبابية والرياضية المختلفة في مراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة، والأنشطة دي تنوعت ما بين دورات في كرة القدم الخماسي وتنس الطاولة والكاراتيه وندوات دينية وثقافية. في مطروح تم إيقاد شعلة التصفيات الداخلية للألعاب استعداداً لاستضافة محافظة مطروح لختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة.